تفضل نتابع لقائنا ضمن برنامج وقفي وموقف. الأسطورة صباح حاضرة رغم غيابها الجسدي، وبرمضان 2016 حاضرة أكثر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، عم تشارك محبيها ومعجبيها عبر مسابقة أسبوعية. للإطلاع على هالنشاط الملفت، وكأنه صبوحة موجودة اليوم وكأنه هي عم تحتفل بليالي رمضان، رح نكون باتصال مع ابنة شقيقة الشحرورة المخرجة كلود عائل. أهلا وسهلا فيكي صديقتي. أهلا فيكي، مرسي لأنك لفتي نظر، انتبهتي يعني شو عم بعمل على الصفحة، مرسي إلك. بالعكس، هيدي أقل واجباتنا، وحبيت بتعرفي شغلة اليوم وصرت هيك أتصفح أكثر، شوف الحماس عند الناس. وبيناتنا رح أعترف لك، جربت أكتب شيء طلع هي كلمة محبة من القلب طالعة، بتكفي عن كل شيء في كلمات. لا بس يعني انت الجملة اللي حطيتيها، يعني القصيدة اللي حطيتيها او البيت الشعر اللي حطيتيه، يعني صعب الواحد يوصل لهيدا المستوى يكتب يعني. طبعا شحرور الوادي. ايه طبعا طبعا، انت بلشت المسابقة بهيدا الجملة. ما لانه انا بقصد بهالشغلة، باردون، يعني لانه هي اول ما بلشت حياتها الفنية هي وصغيرة كانت تروح تغني مواويل اشعار ولا شحرور. فأنا دايما بحب أعمل هالرلاسيون بين اثنين، لأنه هي كانت تغني له أشعاره تحت انطلقت وصارت شحرورة الوادي مثله. نعم، ايه. حلو. وبعدين أنا حبيت بس ما قلنا اسم الصفحة فيه أولى. أخذنا الحديث. ايه معلقة بسيطة، صباح ذا ليجند. هي إنه بقول أنا رسمية لأنه هي حبت إنه وقتها أعمل لها صفحة، لأن بتحب كانت تتفاعل مع الجمهور، كانت تتابع التفاصيل، تتابع كل يوم يوميا. كانت أول ما فوت لعندها، خي خالتي جيت لعندي شو قالوا لي اليوم، دغري أول كلمة شو عم بقولوا اليوم، قالوا شي. كنت خبرها كل يوم، افتح لها السيلولر تبعي او اذا جبت اللابتوب فرجيها كل يوم بيوم، وشو عم بقولوا. يا حرام يا حياتي، ما اطيبهم، ما بصدق شو عم بقولوا. بعدين هالناس طيبه يعني، ما بقولوا الا كلام حلو ومشجع للصبوحه. بس بتعرفي يا ستنا، انا ليش عملت هيدي المسابقه؟ لا، في ناس انه انا عندي يمكن شويه افكار هيك بتجيني، كوني اني كنت بالتلفزيون بقدر افهم بالاعداد والافكار والقصص والاخراج هاي القضيه كلها. حبيت انه اجتني هيدي الفكره، دائما عندي افكار بس الحمد لله بتضل معي افكاري، منيح اللي في الفيسبوك لحتى عم بقدر حقق شوي منها. بمناسبة رمضان كانت تحب كثير هيدي، هي هالشهر هيدا، وانا حبيت قلت هيدي مناسبة انه اشرك شوية هيك احكي عنها شوي. بتعرفي ربنا عطانا الذاكرة يا ست هلا، بس كمان عطانا القدرة على النسيان. يعني انا ما بدي انه ينسوها بسهولة لصباح، عم بعمل جهد انه تكمل قد ما فينا هيك، نكمل مع بعضنا، تكمل معه، لان هذه كانت امنيتها وقت اللي قالت لي خصصتني لاكتب عنها واعمل لها كتاب. قالت لي انه انا فضلتك لانك انت عشرتيني وقعدتي اطول مده معي بالحياه، انت رح تقدري توصلي لي الاشياء بامانه وباخلاص. وهي عارفه نفسيتي على كل حال، هي بتعرف شو انا بقدر اقول وشو ما بقدر اقول، لان هي مش بس كمان باخرتها وكلتني بامور اعمل لها اياها. انا من اول طلعتي كانت تعطيني مهمات حتى مستحيله، تبعتني على بنوكي مثلا، تبعتني تحت الضرب لخلص اغراضها من البيت، تبعتني على كثير امور اقدر صرف لهن، لان هي تكون برا ايام الحرب اكثر اوقاتها تكون برات لبنان. بقى انا منا علاقه جديده يعني بيني وبين خالتي، علاقتنا قديمه كثير على السبعينات. المستنين بيقولوا شو ما يقولوا، بس في حقيقه مطلقه نحن بنعرفها اللي كنا قريبين من الصبوحه، وبنعرف هالمحبه، وبعرف قديش في جزء منك بصوتك بادائك بحركاتك يعني من الصبوحه. اوقات بتعرفي ليه؟ لانه واحد بيتشرب من الثاني، بكون معه من عوايده، من امي، حتى من بيي. هلا ابن عمي مثلا فريدي بيطلع فيي هيك بيقول لي يا عمي عم شو عمو فاضل، عرفتي؟ يعني كل واحد هو مين بحب عم بشوف جزء مني فيه. انا بحبهم ثلاثتهم بالفعل، عم بعمل كتاب عن ثلاثتهم كمان، لان ثلاثتهم مأثرين فيي بحياتي. هلا رح اسالك بعد شوي عن الكتاب، بس بدنا نحكي عن الصفحه، شو عم بتصير على الصفحه.
وكيف ممكن يشاركوا المستمعين بالصفحة. وحبيت انه مش بس انه بس مسابقة هيك بالمطلق، في جوائز عن جد يعني. ما هو لك هي تحفز الانسان لتفرجيه عمق المسابقة. هي منا اشياء مادية بقدر ما هي اشياء معنوية. يعني انا شو عم بقدم؟ عم بقدم تقريبا لكل واحد مثلا 10 افلام من السبوحة مع سيدي لاسطوانات هيك بيتذكروها، بيشوفوا افلامها، فيهم مش واصلين يقدروا يجيبوا لافلامها، ما عم بلاقون يمكن انا عندي هون، عم جرب اعمل هيك. وبعدين في شغلة كتير مهمة هيدي حبيتها كتير، يعني هيدي اكتر شيء بالفكرة، حبيت ريحتها. هي كانت تحط ريحة اسمها ريد دور. بدي اقدم هدية ريحتها كمان للسبوح. ليش؟ لانه بتفاعلوا معها، حسوها حدهم. مرة كنت باردون بعزة بعيد عنكم لشخص عزيز على قلب السبوحة وصديق، توفى بيو بيت ابو درغم، رحت لحتى عزي حطيت ريحة صباح مخصوص عملتها انا. رحت اول ما شافني هيك اطلع حرام انبغت، هو شافني وشم ريحة صباح صار يبكي، قال لي هيدي كأنه صباح هون. هيدا كان احساسي اني وصل له اياه، انه هي صباح اللي عم بتشاركك الحزن هلا، مش انا، انه انا جيت على اسمها من خلال ريحتها. وهيك بلاحظ بتعمل وجبات كثير مع الناس كأنه صباح حاضرة. بتعب من عدة جهات، يعني في كثير ناس ما بتقدر هذا الشيء ولا بتعرف هذا الشيء. انا راضية عن حالي، عرفت كيف؟ عارفة حالي وعارفة سلوكي تجي بتصارفة مع نفسي وعارفة شو عم بعمل. كل الناس تعرفني بلبنان، ما تواخذيني يعني، اللي عشرني يعني اكيد، اللي ما عشرني شو بدي اعرفه معطر. وما عندي اني اكتسب شهرة، فيهم بيقولوا انه بدي اكتسب شهرة، اي شهرة؟ شو بدي اروح غني هلا انا مثلا؟ شهرة شو؟ انه شو الشهرة اللي بدي اكتسبها؟ عشو عمين؟ بالعكس، هيدا من كل قلبي، يعني اللي انا عم بعمله هيدا عم بعمله من كل قلبي، من محبتها. حتى بنت خالتي جانو بمصر كمان، يعني على طول حنان بتجيب سيرتها على الفيسبوك وبتحكي عنها وبنحكي عنها كلنا. تعرفنا عن جد مثل ما قلنا، جماعتنا الصبوحه بحياتها، وحتى هيك ضلت محبتها جماعتها بعد وفاتها. مزبوط بقى، هودي الناس بتعرفي، يعني انا ما بدي اخسر صداقتكم وصداقه اللي حبيتهم صباح، لما ذكروني فيها كمان وانتم ناس طيبين بنصير اكبر يعني القصه بيناتنا. لا بالعكس، لانه هيدا احساسي، عرفتي؟ عم بقوله قدام كل العالم لحتى يعرفوا انه الصبوحه بتجمع ما بتفرق. صح صح صح. وعندها هيدي روحية البقاء الاستمرارية، مش طبيعي يعني. أنا عن جد عرفت ناس، بس ما عرفت هالقد الصبوحة، يعني كنت أوقات دمع أنا وقاعدة عندها عن جد. يعني بيطلع علي أشياء ما بتسأل، بيطلع علي زلمة ما بتسأل بتضحك، حتى إنه كانت عن جد عن جد إنه تحكي دايما بأصلها بغيبة الناس الكبار مثل أستاذ وديع الصافي، أستاذ فيروز، ما بتريد حدا، زياد الرحباني، كل العالم ما خلت حدا إلا وهيدا بيني وبينها. يعني ما عندها تبييض وجه قدام صحافة، بالعكس اللي هودي مجد للبنان، هودي هيدا أحبوا لبنان، اصحكم تتركوا لبنان، اصحكم كذا. يا حرام شو كانت، بدي اقول لك شيء قلت لك اياه نهار اجتمعنا نعم، بدي اقوله على الهوا، قلت لك غريب جيل الشباب الصغار اليوم بين 10 و16 سنة قديش عم بحبوا صباح. وقلت لك قد ايه المدارس، يمكن ما بعرف، صح، المدارس تاخرت شوي بس كله سنتين صار لهم بكرموا الصبوحه وبيقدروا اعمال صباح وبيعلموا الاطفال اغاني صباح ومسرحيات صباح والى اخره، شغله كثير حلوه. يا ريت كانت على حياتها تتكون، لانه انا بحط شرط انه كانت راحت على المدارس صبوحه، بس لانه ولا مره حدا عمل شيء من قيمتها الا ما عملت شيء اكثر من قيمتها. صحيح، دائما في كثير اشياء كلها رح نذكرها بكره عملتها ما حدا بيعرف فيها. عملتها للمدرسه، شوفي بالمدرسه شو عامله هي عندها وقت مدرستها. يا الله، عندي اخبار كثير كثير كثير. على كل حال خلينا نختم بس موضوع كمان بس اقول لك اياها، هيدي الشغله تبعتها مشان الشباب يعني بالاخص والمدارس. صدقيني اوقات بيطلعوا بدهم يطلعوا يزوروا مدفنا، بطلع بحب شوف هودي الشباب، بقعد فسر لهم عن صباح، اقول لهم شيء عنها هيك، بحط لهم بقلبهم. هذيك المره بس رحت على البترون تشكرهم كمان للكبو، شكرا كانوا عاجبنا وما رحنا قصرنا. ايه، كان عندك شغل لانه الواحد اوقات
عن جد شكر كبير لهم لكل اللي اشتغلوا بهذا البرنامج بروفيشنال على الاخر، يعني ان كان بالرقصات استاذ روكوز، ان كان بهن كإدارة رهبان ومدام عشي المديرة، عم بقول لك ما بقدر اوصف لك شو هذا. في شاب طلع من التلاميذ على المدفن وكنت انا فوق، نطرني هو وامه، اجت تقول لي تتشكرني تقول لي ميرسي انك خبرني شو حكيتي عن صباح، شو قلتي عنا وشو هيك، يعني انه حلو تحسي هذا التجاوب. هودي الشباب اللي عم بيطلعوا لازم يعرفوا انه الصوت شو هو، الصوت قبل كمان شخصية الإنسان، يدرس الصوت والشخصية والنفسية. هلا أكتر الكتاب أنا اللي عم بعمله عن نفسية صباح، من هالمنطلق تطلع عن فلسفة نفسيتها وتصرفاتها من خلال هذا الشيء لحتى توصلهم ليش كان صوتها هيك، ليه كان تصرفها هيك، ليه كانت هيك، يعني ما كانت إنسانة خبيثة، فيك تقولي إنسانة طيبة، إنسانة صريحة، إنسانة اللي بدك إياه بتقولي عنها، بس كانت راضية مع نفسها. إذا بعد في موضوعين بدي أحكيهم إذا بتسمح. يلا يلا. بس المسابقة هيدي الجمعة، بكرة بتخلص المسابقة. بكرة بتخلص اثنين، نعم. هي عن الشعر. أول شيء كان عن الكفر، مين أحلى كفر. طلعت مدام ريموندا عيسى بالسويد، طلعت بكرة بعتين لحدا السبت لحتى صورهم مع الهدية. والهلا الأسبوع الجاي المسابقة رح تكون مين عنده أجمل طفل؟ نشركهم بالصفحة، ما هي إنه صفحتهم شو لإلي الصفحة. وكيف بيربحوا بس المستمعين؟ بيربحوا بده يصوتوا المشتركين بالصفحة. أكبر نسبة لايكات بياخذها الشخص هو اللي بيربح. أنا ما فيي أعمل شيء، هني عم بيصوتوا على كل شيء. ويحطوا لي أحلى أولاد عندهم. هيك بفرفحوا الصفحة كمان، وهي كانت تحب الأولاد. بس بترجع تذكينا باسم الصفحه الرسمي. صباح ذا ليجند. السؤال الثاني، الكتاب متى رح تنزل؟ الكتاب بتعرفي يا ستنا هذا الكتاب انه كثير صعب، لان عم بحكي عن ثلاث شخصيات وعم و80 سنه عندها شغل. خالتي 75 اختي 70 سنه، 70 سنه منهم هينين بالنسبه لي مع يومياتي انا وياها شو عم بصير كمان، يعني عم بشتغل عليه صرت هلا بال 2000 تقريبا. عم بحكي شوي كمان عن المرض قبل الاول 2000 صفحه؟ لا صرت بال 2000 انا صرت بعام 2000 بعام 2000 ارشيفها كبير، ارشيفها كبير، وعم بقرا بهال عم بتشوف الاحداث اللي مرقت بكل جرايد، يعني بدك صفحه صفحه صفحه. انا عندي لان مقتطفات صحفيه، وكاله المقتطفات الصحفيه، يعني كل اعمالها هودي بحفزوني اني اعرف الامور اكثر، ما اقفي شيء، شو الصالح بنحطه شو المصالح. وبدك تصلحي اشياء معلومات غلط اكيد، في كثير اشياء معلومات غلط كانت موجوده. هلا في اشياء انا بعرفها، في اشياء ما بعرفها بسال عنها، انا ما بدعي اني بعرف كل شيء، هيدي اول شغله. انا بعرف اكثر شيء اللي هي مخبرتني اياه، لأنا كل يوم كنت روح لعندها ست هلا كان كل يوم تقول لي يلا حطي هالمسجله تخبرك، افتح المسجله وتخبرني. هلا في اشياء اوقات تعد لي اياها مرتين، في اشياء هي وعم بتعيدها تزيد عليا شيء ثاني، يعني تصوري قد ايه صعب عندي انا. روح على هيدي، اسمع هيدي، ارجع روح على ثاني وحده بعد شهر يمكن قالت لي اياها، ارجع فرغها لحتى اكمل القصه. يعني منا هينه شغلتي اللي عم بعملها صعبه شوي، ان شاء الله يا ربي الله هيك يوفقنا، يوفق الصبوحه فيه كمان. اكيد المخرجك رضا عائل، انا بدي اشكر مداخلتك واهلا وسهلا فيك يا عبد الفضل، واكيد السبوحه ما ماتت بعدها عايشه بضميرنا باغانيها باعمالها الفنيه وبوجودك. شكرا اكيد انا